بيقول ان احد لاعبي الاهلي راح استفز جمهور النجم الساحلي وكلام من هذا القبيل. لا خالص، هو كان باقي حوالي 35 ثانية بالظبط، تمام. وكنا احنا جبنا الفرق الهدف الرابع خلاص، كانت المباراة حسمت. اه طبعا يعني بالظبط، يمكن لو رجعنا بالاحداث الاسبوع بالظبط خالد لورا، ان هم كانوا في اخر دقيقة، وهم كانوا كسبانين لنا فرق ثلاثة في ماتش السوبر، فرق نفس الفرقة. اه قعدوا يتنططوا ويهزروا وفرحانين ان هم كسبانين، احنا ردينا اعتبرنا اه وعملنا نفس الموضوع، يعني جاب الجون الحاسم وقعد يتنطط ويحضن اللعيبه. مره واحده لقينا بقى اللعيبه بتاعتهم قعدوا يضربوا فينا او بيمدوا ايدهم على كريم، كان اول واحد اتضرب اللي هو كابتن الفرقه، اللي هو جاب الجون الرابع ضربه الجزاء، والضرب بقى فظيع. فنزل هل حد من الجماهير نزل يا كابتن؟ حد من الجمهور بتاع عندهم نزل؟ في حوالي ثلاثة أو أربعة من الجماهير نزلت أرض الملعب. أنا شايف هو إحنا على حق. ونزل أرض الملعب، بس البوليس خدهم كلهم بصراحة، يعني خدهم وحطهم في البوكس ووداهم على طول على الحجز بتاعهم بقى، الله أعلم. كابتن عاصم مين اللي عوره؟ أعتقد بنية كده طالعة في وسط الخناقة ما بين لاعب ولاعب وكده، يعني ما طبعا ما كانش مقصودة، يعني أنا عمري ما أتصور إن في لاعب ممكن يمد إيده على مدرب فرقة تانية. يعني هو كابتن عاصم دخل في وسط الأحداث لأن إحنا خايفين، لأن إحنا إن شاء الله تأهلنا كده كده هنلعب النهائي يوم السبت إن شاء الله، فإحنا اللي هنبقى خسرانين في إيقاف أي لعيبة، فبنحاول نهدي اللعيبة، وهم طبعا مش خسرانين أي حاجة، هم خلاص بقوا خارج البطولة. أنتوا هتلعبوا إن شاء الله الحمامات التونسي يا كابتن؟ بنية في عينه ولسه طالع من وخد اربع ورق. تمام. الحمامات التونسي يا كابتن، هتلعبوا الحمامات التونسي ان شاء الله؟ ان شاء الله هنلعب الحمامات التونسي، وهو مدعم بمحترفين مصريين وصربيين. كريم هنداوي وايهاب محسن. مظبوط، دول من مصر، وفي اثنين من صربيا، نيكلس وندان. طب هل يا كابتن الفريق حمامات نفس مستوى النجم ولا افضل، ولا يعني مباراه صعبه يعني، ولا ان شاء الله قادرين؟ هي مباراة في الملعب طبعا، يعني في كل الأحوال في أرضهم ووسط جمهورهم مباراة صعبة، بس الحمد لله يعني اللي حصل النهارده رفع من عزيمة الأولاد جدا، واللي حصل يعني عارف احنا من ساعة ما وصلنا أكننا بنتحارب عشان ما نوصلش. يعني هم كان نفسهم يبقى النهائي تونسي تونسي زي ما كان نهائي أفريقيا اللي فاتت، كان أهلي وزمالك، والحمد لله ربنا وفقنا، كان هم نفسهم يعملوا نفس الإنجاز ده. تمام، مبروك يا كابتن وربنا يوفقكم السبت إن شاء الله يا كابتن أشرف. وان شاء الله تبارك لنا يا مصطفى. ان شاء الله اول ما ترجع بقى تجولي بقى. ان شاء الله خليك. ان شاء الله يا كابتن اشرف، الف الف مبروك يا كابتن، الحمد لله ان احنا طمنا عليكم. تعالوا نروح